والله هلا في قناص. وين نروح هلا؟ بدنا نقعد على الطرف الثاني. بس صرنا نبتكر حالات الفرح ندور. هنقدر نجلي أحزاننا مثل ما نجلي صحوننا؟ كانت الكاميرا محروقة وواحد منهم قال لي إنه البقية بحياته محمد نور استشهد. رح أحاول أستخرج المعلومات اللي بداخلها عسى نحصل على دليل. بعد انتهاء المظاهرة بعشر دقائق نزلت قذيفة استشهد فيها مصطفى ونصبت فيها أنا. صار الموت أحيانا عم بيريح أحيانا. نوي عن جد مصطفى مات؟ لا أكلت 13 رصاصة. لو كاميرا بوم سوريا بوم.